بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات يقنا وفي ذلك أسمان كي والأرض فزمك كي واختلاف الليل وفي اختلاف تشبيك والنهار وفي رزك والفلك التي وفكشتيها كي تجري تجريك وفي البحر فدرياب كي بما ينفع الناس سبب داغس چنفور في خلقتا وما أنزل الله فاغسبان جنازل كل دي اللہ تعالى رخزي يا نازلي من السماء الاسماننا مما اندوكونا فحيا فجندي قيبه الأرض فديس ازمكا بعد موتها رسط دمرق ددينا وبس فيها او خرقل دي فديسمكا كي من كل دا عباه دا هر قسم زناور دا هر قسم زندسرنا وتصريف الرياح او چلو الد هواگانو والسحاب المسخر وطابي كل دي وريزي من بين السماء والأرض فمن ذا اسمان نودز مكيكي لآيات خام خانخد لقوم دفار دهغ قوم يعقلون چدا قلنك رخيم ومن الناس وبعض دخلقنا من هغسوق دي يتخذ جنس دي من دون الله ما سوى دان لانا اندادا شركان يحبونهم دي محبت قيد دي شركان سرا كحب الله فشانت دا محبت الله والذين وغكسان آمنوا چيمان روڑ دي شد دي دير زياد سخت حبا فمحبت قيد الله دا الله ولو يرى الذين قشرتوا من اغكسان ظلموا جزا دمان دي إذ يرون العذاب كم وقت جبوا دي عذاب أن القوة يقنا قوة إذي لله خاصة الله دبار دي جميعا قولوا وأن الله يقنا الله تلا جدي شديد العذاب سخت عذاب وركم كده إذ تبرأ الذين اتبعوا كم ياد كي أغا وقت كم وقت جب بيزار شي أغا كسان اتبعوا جتاب داري كرش ودا من الذين دهاغ كساننا اتبعوا جتاب داري كردا ورأوا العذاب هو من دي عذاب وتقطعت وقت بكرشي بهم الأسباب ددوين طول أسباب وقال الذين وعيب أغا كسان اتبعوا جتاب داري كردا لو أن لنا كجرت يقنا ويزا من دفار كرة دبارت للدي دنيا تا فنتبرأ منهم فس بيزار بسو من منهم ددينا كما تبرأوا لك سنگ چدي بيزار شل منا زمنا كذلك هم دقرن يريهم الله خائدی تلنا تلا أعمالهم عملنا ددوی حسرات دفتوس ندك عليهم فديبانده وما هم حال داده چند دوی بخارجين من النار وتنك دورنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.